سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة لتبييض الأسنان والتصفية ديالها. كتحيد داك الصفورة اللي تتكون في السنان والسواد، وكتحيد حتى الجير. هاد الوصفة المكون ديالها هو الخميرة ديال الخبز، خميرة الخبز كناخدو تقريبا معلقة صغيرة ما عامراش، وكنزيدو عليها نصف معلقة ديال الخميرة حلويات، خميرة الحلويات نصف معلقة. كنزيدو عليها نصف معلقة ديال الملح، الملح كنخلطوها مزيان. كنجمعو هادشي كامل، معجون الأسنان، أي معجون عندكم كيما بغا يكون. البنات كنصيبو واحد المقدار اللي غادي يقدنا استعمال ديال جوج مرات في النهار. من بعد كنزيدو عليهم شويه ديال العصير ديال الحامض، تقريبا جوج معالق صغار. الوصفة كتنقي السنين ديالنا، كتبيضهم مع استعمال مع المدة غتصفي لكم السنين ديالكم وغتبيضهم ليكم. تستعملوها جوج مرات في النهار المدة ديال 15 يوم، ومن بعد نبقاو نستعملوها مرة في السيمان. كناخدو شي شيتة ديال السنان بحال هكا، وكنهزو واحد شويه بحال هكا، تنغسلو بيه السنان ديالنا. وهذا الشيء اللي بقى تنخزنوه في شي بواطه، كنستعملوه جوج مرات في النهار، واللي بقى ترميوه ولا غد ليه كنوليو نصيبو عاوتاني. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتستافدوا منها، وشكرا على التتبع ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، بسلامه.